بسيوني ثم رأسي حربة محسن أبو جريشة وإيهاب المصري. هذه كرة في منتهى الخطورة جوه منطقة الجزاء، والحكم جهاد جريشة مع اللعبة بيقول ما فيهاش حاجة ويمشي اللعبة، ودي كرة أمامية على طول للنادي المصري. إنما في لعيب من نادي الزمالك على الأرض، شوف أهو، أدي أمامنا عمر جابر لعبها ناحية اليمين، كانت ملعوبة الكرة المؤمن زكريا، لكن أهو عمر جابر هو اللي التحم في الكرة فاتت دي، كان معاها جهاد جريشة وقال ما فيهاش حاجة. هنشوف مع بعض ما سيسفر عنه هذا اللقاء.